سلام يا سلام. حياكم الله، تعالوا بوديكم الحين احلى سي فود عندنا في قطر، مطعم شنو؟ مطعم لوزار، حياكم الله. حياكم في احسن مكان حق الفيش ماركت في قطر، احلى مكان تاكلون فيه سمك. طبعا انا راعي بحر وراعي حداق واعرف كل الانواع السمك. تعالوا بطلب لكم احلى طلبات عندي. طبعا هاي الشنعد، واحنا مشهورين في قطر بالشنعد، وعندكم هذا السلمون. طبعا السلمون ما عندنا في بحرنا في قطر. طبعا راح ابتدي مع الاخت طلبات، احلى طلبات هني عندهم في لوزار. ابي سلمون تندوري الله يخليه. الهامور شنو تنصحين اسوي؟ الهامور ممكن تمام تاخذوه تندوري او مشوي بالطريقه العربيه اللي أوكي. هي بالتوابل مشوي. العربيه مشوي اوكي تمام، مشوي تمام اوكي. يخلوا لك مع القشر ولا يشيلوا لك؟ لا شيلوا القشر، ما يحتاج القشر. طبعا وصل الستارتر، واول ما نبتدي فيها اللي هو توم يوم سوب. ليمونه، تعصر شوي ليمون على توم يوم سوب. نقول بسم الله. طبعا تقدر تطلبها مش سبايسي، بس هذه سبايسي صراحه وايد حلوه لذيذه. سمك بانواعه، الربيان، اي شيء فريش قدامك قدام عينك تختاره ويطبخوا لك اياه. ما اقول لكم على اللذاذه. يا سلام يا سلام. طبعا من الاشياء الحلوه اللي في الستارتر اللي هي الكاليماري، تعصر شوي عليها ليمون، غطسها شوي في الصوص. بسم الله. كرنشي، حلوه، فريش، على كيف كيفكم. الحين بيجي دور هالحبيب القبقب. طبعا الحين موسم القباقب عندنا في قطر، ما تتعب نفسك، ملفين كل شيء. طبعا فيها عيش داخل وجبن، شو الكومبينيشن، العيش وتشيز اللي هو الجبن والكراب، صراحه خلطه عجيبه. طبعا راح ابتدي وياكم باكثر شيء يعجبني في مطعم لوزار اللي هو السلمون تندوري. صراحه هاي عليهم طبخه، هاي السلمون تندوري شيء من الخيال. قول بسم الله. هذه خلطه التندوري هذه مع السلمون، ويكون السلمون مشوي. طبعا هذا الكينج برون، الربيان الجامبو، يجي معاه الصوص. طبعا نعطيه بعد عصرة ليمون. كل شيء فريش حلو. من الاشياء المشهورة في بحرنا اللي هو الهامور، هذا هو الهامور، ملك السمك عندنا في البحر. نعصر شوية ليمون عليه، هذا هو شيخ السمك عندنا في البحر، هامور. رش، خلينا نجرب القطع هذه مع الصوص.
طبعا هذا هو اللوبستر، راح نجربه الحين وياكم ويا مشروم بعد. ولا غلطة، الجبن عجيب، طبعا ويا المشروم فريش. طبعا اللوبستر كل ما كان فريش كل ما كان يكون احسن للطعم، من اكثر الاشياء المشهورة عندنا في بحر قطر اللي هو الصافي. صافي ييكم مع العيش الابيض والدهن القطري، ومعه ويجي معاه طبعا العيش القطري اللي معاه دهن، وعندكم العيش المحمر اللي هو ييك بالسكر. الصافي لازم تستخدم يدك، الناس ما تعرف تاكل الصافي، احلى احلى شيء في الصافي. هاي اللي نقول له يا سلام يا سلام. ناخذ قطعة من الصافي، حمرنا القطري اللذيذ. الحين وقته في الشتاء عندنا، هذا وقت المحمر. بعيشنا القطري الابيض اللي بالدهن الخنين. تبي تاكل وتتمتع احلى سي فود في قطر وفريش، على مطعم الوزارة في كتارة. حياكم الله في كتارة. أنا الحين في ثاني مطعم لي في كتارة، الحي الثقافي اللي هو كشتة سكر باشا. حياكم الله. طبعاً وصل الأكل الجميل من مطعم سكر باشا. شنو أحلى من هالإطلالة الجميلة في هالمكان وهالكشتة، وطبعاً تشوفوا الأصناف التركية العجيبة الحلوة. طبعا البي دي اللي هو المعجنات التركيه المشهوره، وهذه البرك اللي مع تي مع الصلصه والكبده والمزه التركيه اللي تشوفونها هني من حمص ومن باذنجان ومحمره. هذا طبق مشهور تركي، باذنجان مع لحم البقر، وعندكم الكبه هني والسلطه التركيه اللي تجيكم مع الجبن. خلنا نبتدي نقول بسم الله. مع عندكم ما شاء الله المزة أنواع وأشكال. أنا من عشاق الحمص، نقول بسم الله نجرب هالحمص. ظاهر إدارة سكر باشا يعرفون إن أنا أحب الحار، فحطي لي سبايسي فيه. حمصهم لذيذ ما شاء الله. جرب وياكم الكباب. جوسي وخفيف ما شاء الله، وايد حلو. حط عليه روب شوي. ولا غلطة البي دي اي هذه. حلوة 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 فطايرهم ما شاء الله. ثاني من الكباب هاي الشقف، حط شوي من الروب مع الفستق، نقول بسم الله. ما اعرف شنو يحطون في اللحم اللي ما شاء الله عليهم، يذوب الحلج الكباب من كثر ما طري ولذيذ. ونجرب معاكم اللي هو تتر بارك. هذه طبعا من الاشياء المشهوره عندهم اللي هي باذنجان، ومعاها اللي هو قطع من، نجرب الحين قطعه وياكم. طعمها غريب وعجيب ما شاء الله. طبعا نجرب السلطه اللذيذه التركيه المشهوره اللي تيكم مع الجبن. أنا أحب السلطة لما يكون فيها جبن، خاصة اللي هو جبن الماعز. صوص عجيب فيها، وجبن الماعز والرمان معطيها مذاق ولا غلطة. آخر شيء راح أجربه الفستق، دائما في الأكل التركي يحطون معاه الفستق.
عجيبة. شوف فيها صوص داخل الكبة. لذيذة. أحلى إطلالة بين كل المطاعم في قطر. مكان حلو مريح للعين وأكله لذيذ. أنصح الجميع زيارة المطعم.